لنا الصوره يا جماعه الثانيه، واسم كبير عظيم ايضا في تاريخ الكره المصريه، الاستاذ حسن المستكاوي كلمنا عنه بالتاكيد في ذكرى وفاته اليوم رحمه الله عليه، الكابتن الكبير كابتن ثابت البطل. الله يرحمه. ثابت ابن بلد، جدع، شهم، راجل. المواصفات دي مش يعني مش من يعني مش سهله يعني في البني ادم يعني يعني بالمعنى الحرفي للكلمه يعني. لعب 17 موسم في النادي الاهلي مثلا. طبعا هو من مريد الحوامديه، او يعني لعب في الحوامديه، و مشكلته مع المرض، مع الكانسر، او يعني المرض اللي كان جاله حاجه مؤلمه جدا، وتوفى وعنده 51 سنه. و لاخر يوم في مشهد الناس مش هتنساه ابدا، مشهد ثابت البطل وهو في الملعب بالبطانيه الحمراء دي والطاقيه الحمراء وبيتابع مباراه اهلي وزمالك على ما اذكر يعني، وهو توفى في الملعب يعني. وكان حريص دايما ان هو يبقى في اخر ايامه يبقى مع الفريق ويبقى موجود ويعمل دوره. هو طبعا كان مدير كوره مرتين على ما اذكر يعني. وثابت البطل يعني، حتى يعني كنت ساكن في عماره زمان، وهو كان بالصدفه جه قدامي في نفس العماره، بس عزل بعد شويه يعني ما استمرش معانا يعني. انما طبعا انا قربت له كتير، انا قربت للجيل ده كله يعني بشكل عام يعني بحكم المهنه والصحافه اللي انا ايامها يعني لما كنت بشتغل صحفي تنفيذي زي ما بيقولوا يعني انزل ملعب ومش عارفين، كنت بروح الاهلي بروح الزمالك وبروح الاتحاد وبروح مع المنتخب، فبشوف الجيل ده باستمرار بعكس الاجيال دلوقتي يعني. انا ما بحتكش باللعيبه قوي دلوقتي، لكن زمان كان في احتكاك انساني كمان. صحيح. مش مهني. وعلى فكره كان لازم تفصل قوي بين الاحتكاك الانساني والاحتكاك والعمل المهني يعني تبقى لعيب صاحبك واصدقاء، وبعدين يلاقي في الجورنال نقد ليه يعني، تبقى حاجه عايز. صعبه. بس ده العادي، تعلمنا كده، تعلمنا ان انا اعمل شغلي مش عشان بقى الصحوبيه والصداقه، بعمل شغلي بما يملي علي ضميري المهني عشان خاطر الناس، وبالليل نتعشى مع بعض عادي طبعا. يعني ببساطه شديده مالهاش علاقه طبعاً. بالصداقه طبعا. وانا كنت بضرب مثل بقول لهم يا جماعه انا بكتب عمود كل يوم. بقالي سنين بكتب عمود اثنين في الاسبوع حلوين قوي، واربعه نص نص ولا اثنين نص نص، واثنين وحشين يعني. هو انت هتلعب كل ماتش يعني 10 من 10؟ ده مش صحيح، مستحيل. انما انا بحاول ان انا ابقى كويس في كل مره، لكن ما بقدرش، ما فيش حاجه بتخليني، ما فيش حد بيبقى كويس على طول يعني. صحيح. يعني 10 من 10 دي حاجه صعبه قوي. صحيح. فيعني طيب.